ومن فيرجينيا ينضم إلينا مراسل الغد خالد خيري. خالد، ضعنا في تفاصيل هذه الدعوة القضائية وردود أفعال البيت الأبيض. نعم هبة، في الواقع المدعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن وأيضا ولاية ميريلاند كانوا قد قدما عام 2017 دعوة قضائية تتهم دونالد ترامب باستخدام نفوذه وممتلكاته، خاصة الفندق الذي يمتلكه في شارع بنسلفانيا خلف البيت الأبيض مباشرة، في كسب الكثير والملايين من الدولارات عندما تأتيه وفود ورجال أعمال ومسؤولين من الخارج يقطنون هذا الفندق مجاملة لدونالد ترامب. وعريضة الدعوة تدفع المحكمة باستخراج كشوف النزلاء من داخل الأوتيل لمعرفة كم المبالغ التي تم دفعها. يقولون في هذه العريضة إن المجاملات التي تم تقديمها لدونالد ترامب هي مخالفة للدستور، وأن دونالد ترامب لا يصح أن يكون رئيسا للولايات المتحدة ويمتلك عقارات فندقية تعمل لحسابه في نفس التوقيت الذي يكون فيه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. المحكمة نظرت منذ قليل هذه القضية، وفيما يتعلق برد البيت الأبيض عين البيت الأبيض عبر وزارة العدل 3 محامين للدفاع عن دونالد ترامب في هذه القضية، وقالوا إن المدعين العامين لميريلاند وواشنطن ليس لديهما الحق في اتهام الرئيس دونالد ترامب، ويدفعون بأن ذلك مخالفا أيضا للدستور. ولكن القضية ما زال يعني قيد التحقيق الآن في المحكمة هنا في ولاية فيرجينيا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مراسل الغد خالد خيري.